السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه، متاسفين على التاخير هذا، لكن عم نرجعوا بحقائق دائما. قبل ما نتكلموا عن حقائق نتكلموا على شخصيات ولا جزائريين اللي عاونوا كثيرا الكره الجزائريه وعاونوا الجزائر وعاونوا بلدهم ووطنهم الجزائر. من بين هذه الشخصيات الأخ الفاضل محسن، صاحب صفحة المواهب الجزائرية اللي عاون بصفة كبيرة جدا الكرة الجزائرية، خاصة في عهد الاتحادية السابقة. بلا ما ننسى أيضا في العمل اللي قامت به الاتحادية السابقة بقيادة روروة. أيضا هذا الشخص هذا مهمش ومحقور، ويعني للصحافة لا تتكلم عليه، لأن هذا الجزائر الأصيل، الجزائر الحر، يخدم بلاد نتاعو وايضا ما يخدمش مصالح اتحادية حبيبهم وصاحبهم زطش. اذا باش نغلق قوسين، هذا الشخص الجزائري الغيور على بلاده للاسف ولا واحد يتكلم عليه. وهذا ما يقودنا الى الاسبوع القالف الماضي، لما تكلمنا قلنا باللي راح تتفجر فضيحة جديدة اسمها باتيلي. وبالفعل ايضا هذا قلنا عيقودنا الموضوع اليوم. موضوع اليوم عم نتكلموا على المواهب الجزائريه، وعم نتكلموا بصفه كبيره على قضيه باتيلي والاستقاله نتاع باتيلي. الاتحاديه جابت لودفيك باتيلي الاشراف على كل المنتخبات الوطنيه بما فيهم الاو 23 والمنتخب المحلي وايضا المنتخب اقل من 19 سنه كمدير للمنتخبات الوطنيه. لكن الجديد في الامر انه لودوفيك باتيلي فاق روتار تفطن لمشروع زاتشي متاخر. كان في البدايه يمشي في مشروع زاتشي خاصه في المنتخب الاولمبي. المعلومه الجديده ولا الوثيقه ولا البيان ولا الدليل الجديد اللي راح نتكلموا عليه هو دليل لما انه لودوفيك باتيلي راسل صاحب صفحه المواهب الجزائرية محسن كما قلنا يعرف العديد من المواهب الجزائرية في كل بقاع العالم ليس فقط في أوروبا. أرسله شخصيا وقال له أعطيني رقم هاتف ياسر العروسي نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ظهير أيسر لنادي ليفربول الإنجليزي. كل شيء هنا طبيعي، لكن ياسر العروسي والعديد من المواهب الجزائرية لم يلتحقوا بالمنتخب الوطني بسبب معروف وبسيط وواضح، انه الاتحادية هذه باغية تبيع الا اللاعبين تاعها وباغية يلعبوا غير اللاعبين تاعها، رافضة اي لاعب جزائري عنده امكانيات وعنده الموهبة بالفترة باش يلعب في المنتخب الوطني. اذا الفضيحة انه فجرها لودوفيك باتيلي لما كان باغي لاعبين، من بين اللاعبين هذا اللي كان باغيهم هو اللاعب ياسر العروسي. لكن طبيعة الحال صدشي وجمعته ما يبغوش هذا من اللاعبين، والحمد لله ربي ما يسلك الحق وما يخليش الظلم يطغى. ربي سلك الحق وما يبغيش الظلم يطغى، سلك الحق وخسرنا مع كل المنتخبات الوطنية من الإيدسات إلى غاية المنتخب المحلي، بدليل منتخب الأولمبي تبهدلة في الصيف بحضور دائما اللي يدافعوا عليه والنافخينه بوداوينا صراحة كمستوى ما قنعنيش وما يبقى قنعنيش لحد الساعة بوداوي، وبدليل شفته في النادي نتاعو ماهوش يلعب. الملالي كيف جابوا لا لاعبين تاع بارادو، يعني اوروبا كامله فيها الا هذا من اللاعبين فقط، ملالي وبوداوي، يعني ما كانش ياسر العروسي، ما كانش لاعبين تاع يلعبوا في ليون، ما كانش ياسين عدلي، ما كانش المواهب الجزائريه، المواهب الجزائريه مقتصره فقط على بوداوي وملالي فقط. اذا الفضيحه تكشفت وبانت، وقلنا لكم اللي وعدناكم من عندنا اسبوع باللي راحين نتكلموا على الفضيحه تاع لودوفيك باتيلي. لكن للاسف الصحافه، انا ما عندي امل في اي صحفي حاشا البعض واحد ولا زوج، انا عندي قناعات خاصه،
عندي قناعتي الخاصة باللي هذا من الصحفيين وأشباه الصحفيين حاشا البعض، باش ما نجمعوش الناس كل حاشا البعض، باللي نتاعه أهواء وللريح اللي يجي يديهم. دروك راه جيت من موجه مع زطشي، امشوا مع زطشي، لاش من جوار تاع زطشي يتباعوا، اكتب واضرب البروس لجوار تاع زطشي. بصح ما قلتولناش أسباب استقالة بوعلام شارف، ما ذكرتولناش أسباب استقالة تاع باتيلي، ما ذكرتولناش اللاعبين اللي كان باغيهم لودوفيك باتيلي وزطشي، قال له نو ما تجيبليش هذا من اللاعبين، جيب اللاعبين تاوعي. هذا ما تذكروها الناس يا الصحافة، مي بصح معليش معليش ماناش محتاجين تذكروها لنا، انا عارفينكم لانكم على ماشيين في طريق زطشي، مي بصح نذكركم باللي يجي النهار ان شاء الله كيما اليوم ان شاء الله يجي النهار واللي تدوروا على حبيبكم زطشي وتعودوا تكريتيكوا فيه وتنتقدوا فيه وتهاجموا، ويجي نهارها كل شيء بوقته، كل شيء بوقته. اذا زطشي معروف بالسياسه تاعو، زطشي فرض على كل المدربين لاعبين تاعو اللي ما يمشيش مع زطشي في الخط فهو مستقيل، تتم اقاله نتاعو، اللي ما يمشيش مع الخط يستقيل يتم اقاله نتاعو. بدليل شفنا عديد من القوائم من الايديسات والايديسناف، اقل حاجه اقل حاجه تلقى 7 لاعبين من نادي بارادو، اقل شيء 7 لاعبين من نادي بارادو. واحد يقول لي لاعبين بارادو يا اخي عندهم كفاءه وعندهم مستوى عالي وكذا وربحوا، مع من ربحوا؟ شفناه مع المنتخبات الوطنيه واش داروا، شفناهم في مع منتخب اقل من 17 واش داروا نجوم بارادو، شفناهم في منتخب اقل من 20 سنه واش داروا نجوم بارادو، وشفناهم في المنتخب الاولمبي ب10 لاعبين من بارادو واش داروا. اذا ما نجوش ننفخوا في نادي ربح فريق يلعب في الموزمبيق ولا في مش عمبالي ولا في اوغندا، ولا لو جاء من نادي قوي راهم كلاسين محتل المراتب الاولى في البطوله الجزائريه العام هذا، عام اللي فات قلنا عام ترافيك معروفه العام والخاص، العام هذا كي طاحت الانظار شويه على البطوله شفنا بارادو مكلاسين. ونزيدكم بارادو لو يروح يلعب مع نوادي معروفه نوعا ما راح يتبهدل، هذا شيء مفروغ منه. انا ما جيش تسوق لي الوهم وتجي تكذب عليا وتقول لي بلي ما عندناش في الجزائر الا نادي بارادو، كاين عندنا نجوم ومواهب جزائريه، كاين عندنا لاعب في وفاق سطيف راح لنادي بوردو، صح ولا واحد يتكلم عليه؟ لان لا يتكلموش عليه لانه جا في نادي ماهوش نادي زطشي، نادي الاتحاديه، نادي لماسيه. ما تجيش تزوق عليا وتقول لي كاين عندنا لاعبين بارادو، عندنا لاعب فنان موهوب بالفطره كيما اسحاق بوصوف. ما تجيش تتفوخ عليا وتقول لي ما عندناش وتكذب عليا وتقول لي ما عندناش لاعبين، عندنا الا لاعبين بارادو، عندنا لاعبين مثل مهاجم وفاق سطيف الهداف قناص وفاق سطيف دغموم. ما تجيش تفوخ عليا وكاين لاعبين في نصر حسين داي، كاين لاعبين في جمعيه وهران، كاين لاعبين في مولوديه وهران، كاين لاعبين في الصوره. اذا ماهيش فقط كاين حقره وتهميش، وي اوكي داكور راني متفاهمين معاها هذه، متفاهمين فيها كاين حقره وتهميش، لكن باش تجي تقول لي ما عندناش السبيل هو بارادو، لا يا اخي راجع حساباتك. بارادو جبت لنا الى الفضائح، منتخب اقل من 17 سنه فضيحه، منتخب اقل من 20 سنه فضيحه، منتخب الاولمبي فضيحه، والمنتخب المحلي معروفه. ونزيدكم قلت لكم سابقا انه كاين الادله اللي يحب يراجع اموره مليح ويرجع للارشيف. زرشي دار لنا فضيحه اخلاقيه ولا واحد ندد ولا سانكر، فضيحه اخلاقيه اخلاقيه، نعاود لكم اخلاقيه. واش هي الفضيحه الاخلاقيه؟ لاعبين نادي بارادو لاقل من 15 و 17 سنه 17 سنه لعبوا ضد المنتخب الوطني النسوي لاقل من 20 سنه ولا واحد يتكلم، اختلاط الجنسين الذكور والاناث بصح ولا واحد يتكلم. هاهضروا هتكلموا هتكلم على الفضائح الاخلاقيه الاخلاقيه ولا ما تكلموهاش؟ ما شفناش الله غالب كي عاد في قضيه فيها زطشي وجماعته وبارادو نديروا احنا ما شفناش. المهم احنا واش يهمنا في الموضوع، نخرج خرجنا شويه على الموضوع، باللي باتيلي الاستقاله تاعو كان باغي يجيب لاعبين، مش منظوموش الناس
صحيح انه فرنسي وجا باش يدي عمر شكاره وكذا وحبيب زرشي يعني كل ما تمناش، لكن نعطوا كل حق، نعطوا لكل ذي حق حقه. باتيلي كان باغي لاعبين، لاعبين هذوما بيناسيونو. واش معناها بيناسيونو؟ معناها اللاعبين المغضوب عليها من قبل الاتحاديه. زرشي كي تقول بيناسيونو يروح بالك باللي هذا اللاعبين مغضوب عليهم من قبل زاتشي وجماعته وحبابه. زاتشي ما مشاش معاه في المشروع وقال له نو، غير هذا، غير هذه الهضره انساها من مخك خلاص، انا لازم نبيع قد ما نقدر من اللاعبين نتاوعي، نبيع اعلى نسبه. والنتيجه الحمد لله هانا شفناها، فضيحه قبل فضيحه، فضيحه قبل فضيحه، هذه هي واضحه، الامور واضحه. اذا ان شاء الله اللي عنده شويه نزاهه وشرف من بعض الصحفيين يتكلم لنا على استقالة بوعلان شرف وعلى اللاعبين اللي كان باغيهم باتيلي ورفضهم زاتشي. لكن للاسف احنا نتاملوا خير ان شاء الله، بعض الصحفيين يتكلموا، لكن على متاكدين وعلى يقين تام باللي ولا واحد صحفي يتكلم حاشا البعض، ولا واحد يتكلم لانهم باغيين هذا الشيء ما دام راهم جاتهم الموجه مع زاتشي يكملوا معاه وخلاص. فالأخير خوتي ملاقاتنا مع مجموعة الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.